وهذا كله أصبح الآن جارياً على الألسن. ولعل المنتقدين لهذا التعبير الشائع يعتبر يعني هو الشاذ الآن. يعني الكل الآن يقول عجز يعجز، بمعنى لم يقدر على الشيء، وعجز له معنى آخر بعيد بعيد عن معنى العجز عن القيام بالأمر. يعني عجز هذا معناه مع كبر عجز، قالها عجز الرجل بمعنى صار كبير العجز، واخصص به لكبر الأعضاء أكثر بها من اللزوم الجاي، واخصص به لكبر الأعضاء. ولكن هذا الشيء ما يقولون إلى القرآن عجزت، فقال عجزت، عجزت أن أكون مثل هذا الغراب. التعبير القرآني يتناسب. دعكم من كلمة ومن ثم كان كذا، ثم هي حرف ومن حرف جر، والجر لا يدخل على الحرف ولا على الفعل، إنما الجر يدخل على الاسم ومن علامات الاسم، ولكن هي شاعت الآن. ومنهم من يقول ومن ثم بمعنى ثم في مقام العطف لا في مقام التعليم، وإنما في مقام العطف. وهكذا شاعت الأخطاء في العربية ولا تزال تتزايد باستمرار. أي معنى؟ مجموعة يسيرة من الأخطاء في الكتاب الذي صدر أخيرا، صيحة إنذار يا أمة القرآن، تدارك لغة القرآن قبل أن تقضي عليها ألسنة أبنائها وأقدامها. يعني أمة القرآن هي مطالب بها، العرب والعجم الكل مطالبون بأن يخرجوا هذه الأمة ببصيرة إلى القرآن وبرجوع إلى القرآن. وجدنا العرب يعني وجدنا العجم كان أغير على العربية من غيرتهم على أمها، على أبغائهم التي رفعوها مع ألبان أمهاتهم. سيبويه لقي حقه في سبيل الدفاع عن العربية، والزمخشري الأعجمي في أول كتابه المفصل يقول الله أعلم على أن شرفني بأن جعلني من علماء العربية. أعتز بأن الله تعالى شرفه بأن جعله من علماء العربية. فهل تتضافر الجهود الآن من جديد إلى الرجوع إلى القرآن وإحياء لغة القرآن؟ ولو كانت هناك لغات أخرى وهي لغات عربية، ولكنها نظرا إلى كون القرآن الكريم هجرها، لا ينبغي أن نعول عليها وجودا لغة القرآن. الآن لا يكاد أحد من الناس يعبر في قضية رجع المتعدي إلا بالإرجاع، أرجعه إلى كذا يرجعه إرجاعا، أرجعه يرجعه إرجاعا. لو قال الله رجعه يرجعه رجعا لا تنكر كذبه. ونجد حتى كبار العلماء البارزين المحققين في العربية وقعوا في هذا الخطأ، وهذا خطأ قديم منذ قرون. حتى أن شارح القاموس هو نفسه استعمل كلمة ارجع وينكسر لها، على الرغم أنه ذكر بأن أحد شيوخه أثبت بأنها لغة رديئة، ولكن هو انتصر لها. كيف انتصر لها والقرآن الكريم ما استعملها ولا في موضع واحد؟ فإن رجعك الله إلى طائفة منه، ما قال فإن أرجعك الله، يرجع بعضهم إلى بعض القوم، ما قال يرجع بعضهم إلى بعض القوم، فرجعناك إلى أمك، ما قال فأرجعناك إلى، فارجع البصر كرتين، ما قال فأرجع البصر كرتين. إنه على رجعه لقادر، ما قال إنه على إرجاعه لقادر. لكن هذا كله يتناسب، الناس ينسقون، هي لغة يعني كما قالوا الغرانية تنسب إلى هذين، ونسبها هذين إلى الغربيين. ومهما كان نحن لا نقول بأنها هي خطأ، ولكن هي لغة هجرها القرآن ولم يستعملها القرآن. فنحن علينا أن نتمسك بما في القرآن. القرآن تشريع تعبيري كما أنه تشريع تعبدي،
في العبادات وفي الأعمال. وأيضا تشريع تعبيري ينبغي أن نحافظ لأجل أن نصل إلى معاني القرآن بسبب بعد الناس عن لغة القرآن الكريم الجلسة عليه معاني القرآن. سمعت أحد المشايخ يقول بأن رجلا كان يجالس ويقول بأنه من الخطأ أن يقول قائل بأن حواء خلقت من آدم وإنما آدم خلق من حواء، لأن الله تعالى يقول هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها. نظر إلى كلمة زوج وظنها أنها تطلق على الذكر، ما عرف بأن الفصيح في كلام العرب بأن زوج يطلق على الذكر والأنثى، والقرآن يقول أمسك عليك زوجك ويا اسكن أنت وزوجك الجنة. وما عبر القرآن ولا في موضع واحد بالزوجات، وإنما يعبر بالأزواج، ويعني بذلك النساء. يا أيها النبي قل لأزواجك وهكذا. لكن ما هو السبب؟ السبب أن الشاعر الآن على الزمع كلمة زوجة منهم من قال لأنها لغة رديئة، وقالوا ما شد في ذلك قول الفرزدق وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أسر الشبا يستفيدها. وكذلك ما قاله ذو الرمة أذو زوجه من مصر أم ذو بسومتي، هذه لغة ضعيفة. وحتى أن الأصمعي أنكرها تماما، أنكر لغة. وكثير من الكلمات لغة القرآن لا تستعمل، أصبحت مهجورة عند كبار الكتاب وكبار العلماء وكبار المفكرين. وإذا كان دكتور أسد يقول في بعض شباب كان بيني وبينه قال لغة المذيعين تمرض قلبي أن أقول بأن لغة الفقهاء والمفكرين والأصوليين والمفسرين والمحدثين يمرض قلبي أيضا، يعني لأنهم عملوا إلى هذا الخطأ فأصبح الخطأ شائعا عندهم. تركوا الفصيحة من كلام العرب، تركوا لغة القرآن وعملوا إما إلى لغة ضعيفة وإما إلى لغة خطأ ليس لها أصل في العربية. الآن تقريبا كثير من الناس يقولون ترجمة أو ترجمة ترجمة، وزن تفضل في المصادر لا يوجد، وزن تفعولا لم يأتي إلا تهلكا فقط، لم يأتي المصدر على وزن تفعولا إلا تهلكا. أما بقية المصادر ما ترجمة ترجمة يترجم ترجمة، لأن وزن تفعل الذي جاء به لفظ ترجم هذا الوزن ملحق بفعل، هكذا زيد ملحقا بفعل لا تفعل فعل فعل سفل سفعل. لكن الناس الآن يستنكرون كلمة ترجمة ترجمة أو ترجمة، هذا هو الشائع على الألسن. أخطاء في المصادر والأخطاء في نفس تركيب الأفعال تركيب حروف الأفعال، يعني خطأ شائع في الكثير من الكثير. لو حاول أحد أن يستقصي قيادة استطاع أن يجمع معجم يتكون من الكثير من المجندات. وما يوسف له أنني وجدت بعض الناس وضع معجبا لهذه الأشياء ويتكون في الكلمة يقول فيها بأنها لغة مرفوضة، لكن بعد ذلك يبررها يقول أن المجمع المصري مجمع اللغة العربية المصرية أقل، مجمع اللغة المصرية على أي شيء يعتبر. يعني هذه المعاجم لأن المجمع مجمع اللغة العربية المصرية أقل، هذه المعاجم العربية من عهد الخليل أحمد أول وراجل العين إلى المعاجم الأخيرة شرح القاموس، لا نجد فيها من أمثال هذه الكلمات التي شاعت الآن على الأنسجة التي يبررونها، وهي لا يمكن أن تقبل بحال من الأحوال. فإذا نحن علينا أن نتدبر القرآن، فلا يتدبرون القرآن
حتى في التعبير علينا ان نتدبر لغه القران لنعبر بالتعبير القراني. كثير اقول لك احد القضاة كان كذا ومن ثم كذا كنت اعرف من ثم القرآن خلقنا ثم صورناه ثم قلنا للملائكة لا قال في شيء ومن ثم. ولكن هكذا يندرج الناس مع ما يشيع على ألسنة الإعلاميين